لمدة ساعة ونص، والحصة الثانية تكون مع الأستاذ سعيد المرافقي في محور الفهرسة الآلية لبناء قواعد المعلومات، وذلك من الساعة الرابعة ونصف إلى الساعة السادسة. الأستاذ عزت حسن أو الدكتور عزت حسن سيقوم بإلقاء المحاضرة الأخرى، وهو غني عن كل تعريف، إذ سبق له أن كان مديرا للمكتبة الظاهرية في سوريا، واشتغل في عديد من الجامعات العربية، ودرس في جامعة محمد الخامس بكلية الآداب بالرباط مادة الأدب القديم على ما أذكر، مادة الأدب القديم، وهو حاليا يشتغل كمتعاون مع الخزانات العامة في إطار برنامج خاص بالفهرسة، بفهرسة المخطوطات. له مؤلفات عديدة في هذا الحقل المعرفي، وأظن أنه سيغني معارفكم الأكاديمية من ناحية الفهرسة، وهذا مما لا شك فيه. شيء بسيط من ناحية التنظيمية، كل على الساعة الرابعة والنصف بعد انتهاء الحصة الأولى هناك دائما بوز كوفي، استراحة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك تستأنف الدراسة مع المحور الثاني. لدينا الآن البرنامج الخاص بالأسبوع الأول من الدورة، ستتسلمونه في الوقت الملائم هذا المساء. أترككم في رعاية الدكتور عزت حسن، وفقكم الله على اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل معا الى المخطوطات. هذا العالم فيه سحر وفيه قهر، السحر لجماله وغنائه، والقهر لصعوبة العمل فيه. موضوعنا اليوم هو فهرسة المخطوطات القديمة، أهدافها ومناهجها. إننا نعني بالمخطوطات القديمة كل ما بقي مكتوبا من الموروث الثقافي، من الموروث الثقافي الذي أبدعته أمة من الأمم في الأدب والعلم وسائر أنواع المعرفة، أي النتاج الفكري بأجمعه. والتراث العربي المخطوط كثير جدا وغني جدا، وهو موزع في كل أنحاء العالم، وسأحدثكم عن هذه المسألة في محاضرة أخرى إن شاء الله، كيف توزع هذا التراث في كل أنحاء العالم. والقسم الكبير منه يحتاج إلى الكشف والتعريف، أي إلى الفهرسة بالمعنى الاصطلاحي العلمي لهذه الكلمة. هذا التراث يحتاج إلى الفهرسة العلمية، وحين تذكر الفهرسة نتساءل عن مفهومها، ونريد معرفة الأهداف المقصودة من فهرسة المخطوطات القديمة. ما هي الأهداف؟ لماذا فعلت؟ ونريد بيان الطرائق أو المناهج المتبعة في إعدادها وإنجازها، إعداد الفهرسة، إنجاز الفهرسة. ونبدأ بالكلام أولا على الأهداف. فأقول إن فكرة الفهرسة ذاتها عامل أولي وأساسي من عوامل الحفاظ على أصول التراث المخطوط، ونعني تجميعها وصيانتها في مكان معلوم هي المكتبة أو المتحف
أو غيرهما، مسجد أو مدرسة، لاهل، كل هذا ممكن أن يكون مكانا للكتب في المكتبة. ثانيا، وتأتي الفرشة بعد الحفاظ والصيانة. جمعنا المخطوطات، صنها في مكان معين، ينبغي لنا أن لا نتركها غفلا هكذا، ينبغي لنا أن نفهرشها ليستفيد منها الباحثون والعلماء. وتأتي الفهرسة بعد الحفاظ والصيانة، وتكون سبيلا للكشف عن هذا التراث. الفهرسة سبيل للكشف، كشف هذا التراث ما هو، ووسيلة للتعريف به، ونعني رفع الحجب التي تحجبه عن الأنظار والأفكار. ثالثا، ويؤدي التعريف بالتراث المخطوط إلى توجيه الاهتمام. لماذا نعرف هذا التراث؟ لماذا نعرف هذا التراث؟ لنجلب الأنظار إليه، لننبه الأفكار إليه، الاهتمام به. ويؤدي التعريف بالتراث المخطوط إلى توجيه الاهتمام به لإظهار قيمته وإبراز أصالته وبيان جدواه للمدارسة والبحث فيه. رابعا، وتكون المدارسة إلى جانب الكشف والتعريف وسيلة ناجعة للانتفاع بآثار هذا التراث المخطوط، للغاية أن ننتفع بهذا التراث بعد تعريفه والكشف عنه، أما لنا أن ننتفع. والسبب هو أن المدارسة تشكل دعوة ضمنية، تشكل دعوة ضمنية غير مباشرة للعلماء والباحثين للاطلاع على هذه الآثار والاستفادة منها في أعمالهم وأبحاثهم. وأخيرا، خامسا، ويؤدي كل ما ذكرناه في كثير من الأحيان للتوجه إلى بعث هذه الآثار، إلى بعث هذه الآثار لرقدتها في رفوف الخزائن ونصب غبار السنين عنها وإحيائها بالتحقيق والنشر محررة مصححة. هذه الغاية النهائية، أن ينشر هذا التراث بالتحقيق والطبع ليستفيد منه الباحثون والدارسون ويقولوا فيه ما ينبغي أن يقال. قلت وأحيائها بالتحقيق والنشر محررة مصححة ووضعها بين أيدي جمهور القراء والعلماء والباحثين في شتى فنون الثقافة. وهذا الأمر، هذا البند الخامس، هذا الأمر هو أقصى أهداف فهرسة المخطوطة. والخلاصة من هذا الكلام كله، إذا شئتم الخلاصة سجلوها كما هي. والخلاصة، واحد، أولا، الفهرسة كشف عن التراث المخطوط والتعريف به، هذه المرحلة الأولى. ثانيا، والتعريف دعوة إلى الانتفاع به وإلى إحيائه. ثالثا، وإحياؤه، إحياء التراث القديم المخطوط، وإحياؤه يوفر لنا مادة علمية خصبة، يوفر لنا مادة علمية خصبة
للبحث والدراسة. هذه هي الخلاصة. إذا كما ترون نتيجة الفهرسة هي نتيجة علمية، أن نعرف هذا التراث وأن نحميه وننشره للانتفاع به في الحياة الإنسانية. وهذه هي الأهداف الأساسية لفهرسة المخطوطة، هذه النتيجة النهائية. تكلمنا على الفهرسة وبينا أهدافها، لكن ما هي الفهرسة؟ كيف تكون الفهرسة؟ هل لها طرق؟ هل لها مناهج؟ هل لها أساليب؟ نتحدث عن هذا. ونأخذ الآن في الكلام على مناهج الفهرسة. فما هي الفهرسة في ميدان المخطوطة؟ ما هو نظامها؟ ما هي العناصر الأساسية التي ينبغي للمفهرس أن يهتم بها ويبينها؟ ما هي حدودها؟ ونعني بالحدود طبعا، ونعني المعلومات التي يقف عندها المفهرس ولا يتجاوزها. وبعبارة وجيزة جامعة، ما هي مناهج الفهرسة؟ من الحق أن نقول إنه ليس لدينا تعريف دقيق وواضح في صورة مصطلح موحد ومتفق عليه في هذا الميدان. ليس هناك منهج معين معلوم اتفق عليه الجميع وانتهوا إلى الاعتماد عليه. فالمهتمون والعاملون فيه في الفهرسة لم يستطيعوا إلى الآن الوصول إلى وضع قواعد وأصول لفهرسة المخطوطات تحدد مفهومها، مفهوم الفهرسة يعني تحديدا علميا، يوحد مبادئ عملية الفهرسة، نعني منهجها في كل البلاد، ليس هناك اتفاق نهائي معتمد، وفي كل اللغات المختلفة، لا عند الأوروبيين ولا في البلاد العربية ولا في البلاد الإسلامية، ليس هناك منهج موحد اتفق عليه يتبعه الجميع ويعتمدونه، كل يسير على هواه، وسأبين هذا، لا في الغرب ولا في الشرق. أذكر لكم أمثلة. لقد وضع الأوروبيون فهارس لمخطوطاتهم، مخطوطات في لغاتهم، الألمان، الفرنسيون، الإنجليز، الإسبان إلى آخره. ووضع المستشرقون منهم بعض الفهارس لمخطوطات التراث العربي المحفوظة في مكتباتهم. هناك مكتبات عديدة في أوروبا تزيد على عشر مكتبات فيها أعداد كبيرة من مخطوطات التراث العربي تجمع خلال القرون الماضية في هذه المكتبات بطرق مختلفة. سأكلمكم عن هذه القضية في إنجاز في محاضرة أخرى كذلك. ووضع المستشرقون منهم بعض الفهارس لمخطوطات التراث العربي المحفوظة في مكتباتهم، مثلا المكتبة الوطنية في باريس، المتحف البريطاني في لندن، مكتبة تشستر في جاردن في إيرلندا، مكتبة الإسكوريال في إسبانيا، هناك عشرات من المكتبة العلمية في الروس في بيترسبورغ، سان بيترسبورغ إلى آخره. هناك عدة مكتبات وأنا زرت بعضها في
يوم هذه الصورة خاصة ورأيت هذا المخطوطات من العديدة راقدة عندهم لكن بإكرام وعناية. وساعدهم في ذلك رجال من مصارى العرب في الشرع ساعدوا المستشرقين. ووضع العلماء الأتراك العثمانيون أواخر القرن التاسع عشر فهارسة للمخطوطات العربية والتركية والفارسية المحفوظة في مكتبات مدينة الإسلام العظمى إسطنبول، أغنى مدينة في العالم إطلاقا وبلا منازع بآثار التراث العربي الإسلامي في مدينة إسطنبول. وما فيها إذا جمعناه بعضه إلى بعض يفوق كل ما في العالم. فيها 37 مكتبة عابرة للتراث العربي القديم يتجاوز عددها مئات الألوف. قلت وضع الأتراك العثمانيون فهارسة للمخطوطات العربية والتركية والفارسية المحفوظة في مكتبات مدينة الإسلام العظمى إسطنبول. ثم وضعت فهارس حديثة للمخطوطات في البلاد العربية مثل دمشق والقاهرة وبغداد والرباط وغيرها. وقد اختلفت مناهج المفهرسين في كل هذه الجهات وسار كل مفهرس منهم حسب علمه وهواه على خطة خاصة انتهجها لنفسه وإن كانت هناك عناصر مشتركة بينهم. سأريكم في محاضرة أخرى بعض هذه الفهارس وأشير إلى الاختلاف بينها والعناصر المشتركة فيها. ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة أنواع من الفهرسة تختلف في أهدافها ومناهجها بيد أنها تتفق في أمر واحد مهم جدا، تتفق في توجيه القارئ لمعرفة الكتاب المخطوط والوصول إليه والاستفادة منه في داخل المكتبة أو في خارجها. ولكي لا يكون كلامنا نظريا محضا ولبيان طرف أو جملة من هذه الأنواع وإيضاح أهدافها ومناهجها أعرض عليكم مثالا عمليا حيا وهو ما جرى في فهرسة المخطوطات في دار الكتب الظاهرية بدمشق منذ تأسيسها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أحدثكم قليلا عن هذه الدار أولا ثم نمضي في محاضرتنا. دار الكتب الظاهرية بدمشق هي دار الكتب الوطنية العامة، فيها ثلاثة أقسام: مخطوطات، كتب مخطوطة، مطبوعات، كتب مطبوعة على حدة وحدها، ثم الصحف والمجلات والدوريات وما أشبه ذلك قسم ثالث. الذي يهمنا هو المخطوطات. اسم المخطوطات لماذا سميت الظاهرية؟ الظاهرية نسبة إلى الملك الظاهر بيبرس، أشهر ملوك دولة الأتراك المماليك في مصر والشام. وعلى يدي هذا الملك الشجاع المشهور كانت نهاية الحروب الصليبية وطرد الصليبيين الأوروبيين من الشرق. هناك عادة تاريخية أن الملوك يبنون آثارا لتخليد أسمائهم أو ليدفنوا فيها
فالملك الظاهر أمر ببناء مدرسة في دمشق في قلب دمشق، مدرسة لدراسة الحديث والعلوم الإسلامية، وبنى جعل فيها قبة ليدخل فيها، إذا هي مدرسة وفي الوقت نفسه ضريح له، وفي الحق دفن فيها، ودفن إلى جانب ابنه الملك السعيد، والمدفنان موجودان ومكرمان، والمدرسة قائمة وفيها المكتبة وحده، والمخطوطات محيطة بقبر الملك الظاهر كأنها تؤنسه في نومه. من هنا جاء الاسم المدرسة الظاهرية، هي كانت مدرسة ثم قلبت في القرن التاسع عشر أو آخر القرن التاسع عشر إلى مكتبة بأمر وفرمان من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وبالتنفيذ من الوالي العثماني المصلح المشهور مدحت باشا، كان واليا في دمشق، هو الذي بدأ بها وجمعت فيها المخطوطات. المخطوطات جمعت في هذه المكتبة من مدارس دمشق المختلفة، المدن الإسلامية القديمة لا عادة فيها أن تكون فيها مدارس، أما قائمة بذاتها أو ملحقة بالمساجد أو بالتكايا أو في أبنية خاصة ينشئها أما رجال الدولة أو بعض المحسنين أو العلماء، فكان هناك عشرات المدارس في مختلف أنحاء دمشق وفيها المخطوطات لدراسة الأساتذة والطلبة، فجمعت هذه المخطوطات من هذه المدارس ووضعت في الظاهرية للحفاظ عليها في مكان واحد وعرضها للجمهور للقراء وهكذا. الذي يهمنا الآن الفهرسة، كيف فهرست؟ ما هي المناهج التي طبعت؟ ما هي أنواع الفهارس التي أنجزت؟ وهكذا. فهذا مثال حي عشت قسما منه وعشت أنا نفسي قسما منه، فأعرفه معرفة دقيقة صحيحة أعرضها عليكم كما أعرف. فالموضوع الآن فهرسة المخطوطات في دار الكتب الظاهرية، هذا هو موضوعنا. أولا دفتر المكتبة الأول، أول ما أنشئت وضع لها دفتر. ما هو هذا الدفتر؟ وضع للمكتبة في أول تأسيسها فهرس بدائي أقرب أن يكون سجلا للكتب قصد إحصاء عددها وضبط أسمائها بأرقام متسلسلة، وسجلت المخطوطات فيه على أبواب مصنفة حسب تصنيف العلوم، تصنيف العلوم المصاحف الكريمة، كتب علوم القرآن، ثم الأدب، الشعر، المنطق، الفقه، الفلسفة وهكذا بالترتيب. وسجلت المخطوطات فيه على أبواب مصنفة حسب تصنيف العلوم وبأرقام متسلسلة في كل باب، لكن تصنيف المخطوطات في الأبواب لم يكن دقيقا إذن بدائي كما قلت لكم، فإن كثيرا منها مذكور في غير فنه أو بابه الجدير به، والسبب سبب تسرع العاملين وجهلهم في بعض الأحيان. قلت لكم المكتبة أنشئت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهذه الفترة لم يكن فيها المعارف والعلوم في البلاد العربية في مستوى راقٍ كما هي الحال في أيامنا مثلا. قلت تسرع العاملين وجهلهم في بعض الأحيان، وهذا الدفتر وهو فهرس مطبوع بالمطبع، لكنه لم يوزع على شكل كتاب، أعداد قليلة للاستعمال داخل المكتب، ومحفوظ في دار الكتب الظاهرية، والاستفادة منه قليلة لأن طريقة وضعه لا تعدو، اسمعوا هذه الكلمة، لأن طريقة وضعه لا تعدو ذكر اسم المكتوب واسم مؤلفه بإذنه. ليس هناك تعريف ما هو هذا الكتاب، ما موضوعه، ما محتواه،
إلى آخره غير موجود في جلدنا، مع ملاحظات لا تنفع في تقويم الكتاب، وكل ذلك في سطر واحد فقط، سطر واحد. اسم الكتاب بإيجاز، اسم المؤلف بإيجاز، ربما يقول هناك بخط المؤلف أو بخط كذا أو نسخ كذا، هكذا معلومات وجيزة لا تنفع كثيرا سوى معرفة الكتاب لا أكثر ولا أقل. فهذا نوع من الفهم، هذا منهج من الفهم، لكنه كما ترون منهج بدائي فائدته قليلة، عبارة عن تسجيل. إذن سجل المخطوط، نستطيع أن نسميه سجلا للمخطوط. نوع آخر، منهج آخر في دار الكتب الظاهرية نفسها، مع تطور الأيام وتقدم الأيام يزداد الاهتمام بالمخطوطة ويزداد العاملون علما ومعرفة، فتتطور الأمور وتتحسن. عنوان جديد الأول سميناه دفتر المكتبة الأول، الآن في الرسل الثاني من على منهج آخر، فهرس الكتب الخطية، فهرس الكتب الخطية لدار الكتب الظاهرية للشيخ حسني، للشيخ حسني الكسم، الكسم شكل الكلمة لألا تغلطش في قراءتها، الكسم. عين الشيخ حسني في الظاهرية سنة 1919 بعد قيام الدولة العربية في بلاد الشام، دولة الملك فيصل رحمه الله، بعد انسحاب الأتراك العثمانيين عقب الحرب العالمية الأولى، قامت في بلاد الشام أو في سوريا الحالية ملكية بملكية الأمير فيصل بن حسين. في هذا العهد، في هذا العهد أنشئت المكتبة، وعين الشيخ حسني في الظاهرية سنة 1919، وظل في عمله إلى سنة 1934، ورأى الشيخ حسني، رأى أن الدفتر الأول لا يفي بالغرض كما قلنا، فصنع فهرسا آخر أجدى وأوفى، وصنف المخطوطات حسب تصنيف العلوم، الخطة التي عرفناها ترتيب العلوم كما في ذلك الدفتر، مرتبة على حروف الهجاء، وذكر أسماء المخطوطات مفصلة، تبهوا لكلمة مفصلة هنا، وأسماء المؤلفين كاملة مع ذكر تاريخ وفياتهم، هذه زيادة على الدفتر الأول، ووصف أحوال المخطوطات وأشكالها، وبين موضوعاتها ومحتوياتها وتاريخ نسخها وأسماء الناسخين، كل هذا لم يكن في الدفتر الأول. ثم أورد جملا من أوائل المخطوطات لكشف موضوعاتها وغير ذلك من المعلومات المفيدة في هذا المجال. لاحظتم التطور، هناك أشياء زائدة علمية مفيدة جدا في هذا الفهرس. ومن الحق أن نقول إن عمل الشيخ حسني الكسم كان شيئا جديدا فذا في فهرسة المخطوطة، ويمكننا أن نعده خطوة واسعة للوصول إلى وضع الفهرس العلمي، الفهرس العلمي الصحيح الدقيق في البلاد العربية. كان سباقا الشيخ حسني في هذه المسألة، وكان الشيخ حسني يبلغ هذه الغاية لولا نقص تجربته وقلة معرفته وخبرته بالكتب عامة وطبيعة المخطوطة. خبرته كانت أقل مما هو منشور ومخطوط، فجاء فهرس، هذا الفهرس جيدا مفيدا، لكن فيه شيء من النقص وحتى بعض الأغلاط. ورأيته أنا هذا الفهرس
مكتوب بخطه بخط يده في دفتر كبير ومحفوظ بالذات الظاهرية كذكرى، وحتى لا يطلب لا يستفيد منه أحد لأنه نشأت في حالة أخرى بعده. ولم يطبع هذا الفهرس، وإنما بقي في دار الكتب الظاهرية ذكرى تمثل مرحلة مهمة في سبيل وضع فهارس علمية وافية وصحيحة للمخطوطات في العالم العربي. ثالثا، الآن فهرس آخر وفي منهج آخر ولغاية أخرى، ثالثا كما قلت فهرس المجاميع المخطوطة في دار الكتب الظاهرية. المجاميع، ما هي المجاميع؟ اسمعوني أبين لكم ما هي المجاميع. تعرفون في القديم في القرون الماضية الورق الكاذب كان قليلا وغالي الثمن، وأصحاب الكتب أو الوراقون النساخون يريدون أن يستفيدوا من كل صفحة من الورق. وهناك كتب صغيرة، أمالي صغيرة، رسائل في بعض الموضوعات التي لا تتطلب صفحات كثيرة. فكانوا يأتون بدفتر مثلا مؤلف من 100 ورقة أو أكثر، ويكتبون فيها هذه الرسائل أو الكتب الصغيرة في 10 ورقات، في 20 ورقة أكثر أو أقل إلى آخره. فيكون في الدفتر الواحد أو في الورقة الواحدة 10 كتب مثلا أو 10 رسائل وما شابه ذلك. أنا رأيت مثلا في الخزانة العامة هنا مجموعا فيه 24 كتاب، هو مجلد كبير في 24 كتاب، كتاب وراء كتاب. هذا هو المجموع، هذا هو المجموع، يعني يجمع بين عدة كتب في مجلد واحد، عدة رسائل في مجلد واحد، هذا هو المجموع. ونجمعها استراحا على مجاميع، ممكن أن نقول مجموعات لكن خصصناها بهذا الجمع للدلالة على هذا المعنى، على هذه الحالة. إذا نقول فهرس المجاميع المخطوطة في دار الكتب الظاهرية، هذا فهرس آخر وعلى منهج آخر. في الوقت الذي عد فيه الشيخ حسني الكسم الفهرس الذي وصفناه آنفا، صنع الشيخ صادق المالح فهرسا آخر للكتب والرسائل والأجزاء والأمالي المطوية ضمن المجاميع المخطوطة في دار الكتب الظاهرية. هناك آلاف من المخطوطات في دار الكتب الظاهرية، حينما تركتها في 1973 وأتيت إلى المغرب كان عدد المخطوطات فيها يقارب 15,000. قسم كبير من هذه المخطوطات يزيد على 1,000 مخطوط مجموع مجاميع، والباقي مخطوطات مجلدة على بمفردها. فإذا الشيخ صادق المالح صنع فهرسا آخر للكتب والرسائل والأجزاء والأمال المطوية ضمن المجاميع المخطوطة في دار الكتب الظاهرة، خاص بالمجاميع. فكتب لهذه المجاميع سجلا عاما في دفتر كبير. انتبهوا إلى قولي سجلا عاما، لم غير تسجيل، سجلا عاما في دفتر كبير. وأحصى ما احتوته المجموع، ما احتواه، وأحصى ما احتوته بالتفصيل كتابا كتابا ورسالة رسالة حسب ورودها في كل مجموع من أول المجموع إلى آخره، بالترتيب يذكر الكتب أو الرسائل أو الأمال الموجودة فيه. مع ذكر أسماء المؤلفين وعدد صفحات كل كتاب دون أي ترتيب آخر، ولكنه لم يجد شيئا آخر وراء هذا الإحصاء.
سجل إحصاء، لا تعريف، موضوع الكتاب، محتوى الكتاب، ما فيه، قيمته إلى آخره، لم يذكر شيئا من هذا، عبارة عن تسجيل حال الدفتر الأول للمكتب. حتى إنه جعل كل كتاب منها في سطر واحد فحسب لا تفصيل، فكان عمله في جملته تفكيكا لما في هذه المجاميع وليس فهرسة لها بالمعنى الصحيح. إذن فهرس من نوع التسجيل والإحصاء، ليس فيه كشف وليس فيه تعريف. ومع هذا نلغي هذا الفهرس، لا نلغيه ويفيد، ويفيدنا هذا السجل، انتبهوا دائما أقول السجل لا أقول الفهرس، ويفيدنا هذا السجل على الرغم من اختصاره ونقصه في تيسير معرفة ما يحتويه كل مجموع مخطوط. انتبهوا هذه المجاميع أمرها خطير، مجلد فيه 200 ورقة مثلا وفيه 10 كتب، يأخذه القارئ أو المطالع أو الباحث أو العالم ولا يعرف ما فيه ويعرف أنه مجموع، لكن كيف يقع أو كيف يعرف عدد هذه المجاميع؟ عليه أن يقلب المخطوطة ورقة ورقة من أولها إلى آخرها لكي يعرف، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد، والوقت ثمين والجهد ثمين، فهذا السجل يوفر هذا الوقت ويوفر هذا الجهد، يدل القارئ أو العالم على ما فيه بنظرة واحدة طبعا من هذا السجل. أقول ويفيدنا هذا السجل على الرغم من اختصاره ونقصه في تيسير معرفة ما يحتويه كل مجموع مخطوط من كتب ورسائل في سهولة ويسر، ويغنينا عن إضاعة الوقت الطويل والجهد في تقليب أوراق المجاميع بحثا عن الكتب والرسائل الضائعة في ثناياها. على الرغم من اختصاره ونقصانه فهو يفيد من هذه الناحية، يوفر الوقت ويوفر الجهد، ويدل العالم أو الباحث على ما هو موجود، فيأتي أو يذهب العالم إلى مبتغاه مباشرة بدون إضاعة وقت. فهذا نوع من الفهرس، هذا منهج من الفهرس. رابعا فهرس آخر لهدف آخر وفي منهج آخر، فهرس المؤلفين لمخطوطات دار الكتب الظاهرية. لا، إذن عندنا منهج آخر على المؤلفين، ليس على أسماء المخطوطات وإنما على أسماء المؤلفين، ولغاية تختلف عن الغايات الأولى، وهي معرفة المخطوطات العائدة لمؤلف واحد، مثلا الجاحظ أبو عثمان الجاحظ في دار الكتب الظاهرية كم مخطوط له؟ ما هي المخطوطات الموجودة في الظاهرية للجاحظ؟ كيف نعرف هذا؟ نعرفه عن طريق هذا الفهرس، نعرف هذا عن طريق هذا الفهرس وأمثاله. قلنا فهرس المؤلفين لمخطوطات دار الكتب الظاهرية في سنة 1935 عين الدكتور يوسف العش مديرا لدار الكتب الظاهرية، وكان قد حصل على شهادة في علم المكتبات من باريس، الدولة أرسلته ليتخصص في المكتبات إلى باريس، ولما أنهى دراسته وأخذ شهادته وعاد قالوا له امشي باختصاص إلى دار الكتب الظاهرية، عينوني. فبدأت مرحلة جديدة في تاريخ هذه الدار، رجل مختص في علم المكتبات يعين في مكانه الخاص به، بطبيعة الحال ستبدأ مرحلة جديدة في هذه المكتبة بوجود هذا الرجل المتخصص في علمه.
قلت فبدأت مرحلة جديدة في تاريخ هذه الدار نستطيع أن نسميها المرحلة العلمية في فهرسة المخطوطات. تهمنا المخطوطات، لأن الكتب ظاهري قلت لكم فيها أقسام أخرى، أقسام للمطبوعات باختلافها وأقسام وقسم للصحف والمجلات الدورية وما شابهها. آخر الذي يهمنا نحن المخطوطات. نستطيع أن نسميها المرحلة العلمية في فهرسة المخطوطات على أسس وقواعد واضحة معروفة. لا نبدأ التخصص. وكان أول ما بدأ به هو تنظيم فهرس للمخطوطات حسب أسماء المؤلفين. ووضحت لكم ما فائدة مثل هذا الفهرس. نظم هذا الفهرس في جذاذات مفردة. في جذاذات مفردة، جذاذة مشتقة من فعل جزة، وجزة بمعنى قطعة، ويمكن أن يقال جزة بالزاي بالزاي المعجمة أو بالزاي، والمعنى واحد، جزة بمعنى قطعة كذلك. قلت في جذاذات مفردة متساوية الحجم من الورق الثخين، إذا ليس في دفتر، ليس في كتاب، وإنما في جذاذات من الورق السمين بقدر كف اليد مثلا أو أصغر قليلا أو أكبر قليلا حسب الحاجة. وكتب لكل مخطوطة جذاذة خاصة. تبدأ بالاسم أو الشهرة أو اللقب الذي عرف به المؤلف. الفهرس قلنا فهرس المؤلفين. إذن البطاقة والجذاذة تبدأ بالمؤلف. وكتب لكل مخطوطة جذاذة خاصة تبدأ بالاسم أو الشهرة أو اللقب الذي عرف به المؤلف. مثلا الجاحظ أبو عثمان الجاحظ، مثلا ابن قتيبة، مثلا المبرد، وهكذا. الاسم المشهور، الاسم العلمي للمؤلف للعالم. ويتلوه. قلت تبدأ بالاسم أو الشهرة أو اللقب الذي عرف به المؤلف، أي بالاسم العلمي له، وجعل مفردا في صف مستقل في أعلى الجذاذ. ويتلوه اسم المؤلف كاملا في الجذاذ في صف الثاني، وتاريخ وفاته. ويأتي بعد ذلك تعريف بالمخطوطة ووصف موجز لها. ويذكر نوع خطها واسم الناسخ وتاريخ النسخ وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة في الكشف والتعريف. إذن غيرنا الكشف والتعريف زيادة على فهرس السابق. وتختم الجذاذة بلقب المخطوطة. لطلب المخطوطة ضروري أن يكون لها رقم تطلب به. لكن انتبهوا، هذا الفهرس مختلف، يكتب على جذاذة تسمونها الآن كتب بطاقة، والصحيح الفصيح هو أن يسمى جذاذة. وقد رتبت هذه الجذاذات في أدراج خاصة حسب أسماء المؤلفين لترتيب صروف الهجاء. تراه شبيها لهذا الفهرس الآن في كل مكتبة تقريبا. لو دخلتم إلى قاعة الفهارس في الوكالة العامة هنا لوجدتم فهرسين، فهرس المؤلفين وفهرس العناوين للكتب، وعلى بطاقة على الجذاذات مصفوفة في أدراج. هذا هو الفهرس الذي أكلمكم عنه، لكن كما قلت على جذاذة دائما، لا تطبع ولا يستفيد منها إلا الذي يقصد المعرفة. قلنا نظمت في ووضعت في أدراج. فائدته الآن، وهذا الفهرس مفيد جدا للعلماء والباحثين ولسائر القراء، ولا سيما
في كشف ومعرفة كل المخطوطات الموجودة للمؤلف الواحد نفسه في المسألة. ضربت لكم مثالا، مثلا أردنا أن نعرف مثلا أبو عثمان الزاحف كم له من المخطوطات في دار الكتب الظاهرية أو في دار الوفاء في خلال العام هنا، نمشي إلى فهرس المؤلفين ونفتح نقلد الجدالة فسنعثر على كلمة جاحظ بالترتيب الأبجدي أو بالترتيب الإيجابي، فنجد إذا كان له كتاب أو كلابان أو أكثر أو لا يوجد إلى آخره. فهذه فائدة هذا الفهرس وهذا المنهج، وهذا الفهرس مفيد جدا للعلماء والباحثين ولسائر القراء، ولا سيما في كشف ومعرفة كل المخطوطات الموجودة للمؤلف الواحد نفسه في المكتبة. فهرس آخر لمنهج آخر. خامسا، فهرس خامس، فهرس الموضوعات لمخطوطات دار الكتب الظاهرية. فهرس الموضوعات العلوم، في الوقت الذي نظم فيه فهرس المؤلفين صنع فهرس آخر للمخطوطات حسب الموضوعات، أي حسب أصناف العلوم. أحدهم، أحد الباحثين أو العلماء يريد أن يعرف مثلا مخطوطات تفسير القرآن الكريم، مخطوطات التفسير هل هي موجودة أو غير موجودة؟ إذا موجودة ما هي؟ من هم مؤلفوها؟ إلى آخره. فهذا الفهرس يوفر هذا العلم بمن شاء. قلت حسب الموضوعات، أي حسب أصناف العلوم. وقد نظم على شاكلة فهرس المؤلفين في جلادات مفردة متساوية الحجم من الورق السخن، فكتب لكل مخطوطة جلادة خاصة في هذا الفهرس تبدأ باسم الكتاب مكتوبا في سطر واحد أعلى الجلدة، في سطر واحد الكتاب، ويكون اسم المؤلف كاملا في سطر مفرد أيضا، ويلي ذلك تعريف بالمخطوطة وبيان أحوالها كما جاءت في الجلدة الخاصة بالمخطوطة نفسها في فهرس المؤلف. وكما في الفهرس السابق رتبت هذه الجلادات في كل صنف من العلوم حسب أسماء الكتب وعلى ترتيب حروف الهجاء، وحفظت في أدراج خاصة بها. ما فائدة هذا المنهج؟ ما فائدة هذا الفهرس؟ هذا الفهرس مفيد جدا في كشف ومعرفة كل المخطوطات الموجودة في الصنف الواحد من العلوم في المكتبة. كما قلت لهم أحد العلماء الباحثين يريد أن يعرف كتب التفسير في هذه المكتبة هل هي موجودة؟ إذا كانت موجودة ما عددها؟ ما هي؟ إلى آخره. فهذا الفهرس يوفر لهم هذا العلم. قلت وهذا الفهرس مفيد جدا في كشف ومعرفة كل المخطوطات الموجودة في الصنف الواحد من العلوم في المكتبة. إذن فهرس جديد آخر على منهج جديد ولغاية أخرى تختلف عن الغايات التي ذكرناها أو رأيناها في الفهرس السابق. فهرس آخر لا، وانتبهوا إلى تطور حسب مراحل وفوائد هذه الفهرس. سادس، رقم ستة، العنوان هو فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. ينتهي بنا الحديث إلى الكلام على الفهرس الذي
ختم الجهد الطويل الذي استمر أكثر من 50 سنة في فهرسة مخطوطات دار الكتب الظاهرية. قلت لكم إن الظاهرية أنشئت في أواخر القرن 19 وبالضبط في 1976 في سنة 1876. الآن نحن في 50s أو ما يقرب من 50s في القرن 20 في هذا الفهرس. هناك 50 سنة، هناك 50 سنة من الجهد والتطور. الآن وصلنا إلى هذا الفهرس. أقول ينتهي بنا الحديث إلى الكلام على الفهرس الذي ختم الجهد الطويل الذي استمر أكثر من 50 سنة في فهرسة مخطوطات دار الكتب الظاهرية حسب الأنواع والمناهج المختلفة التي بيناها آنفا. كان أقصى ما فكر فيه دكتور يوسف العش هو وضع فهرس علمي قويم لهذه المخطوطات على نمط الفهارس العلمية التي وضعها المستشرقون للمخطوطات المحفوظة في خزائن بلاده. دكتور يوسف العش رحمه الله وهو أستاذي درس كما قلت لكم في باريس مختص بالمكتبات وزار المكتبات التي فيها مخطوطات من تراثنا ولها فهارس فعرف هذه الأشياء فأراد أن يستفيد من هذا العلم ولهذا فكر بفهرس العلم العام بهذه المخطوطة. قلت هو وضع فهرس علمي قويم لهذه المخطوطات على نمط الفهارس العلمية التي وضعها المستشرقون للمخطوطات المحفوظة في خزائن بلادهم ويكون هذا الفهرس سلسلة من الفهارس ليس فهرسا واحدا سلسلة من الفهارس تخصص كل حلقة منها لفن من فنون الثقافة العربية علوم القرآن دواوين الشعر كتب الأدب كتب اللغة كتب الفلسفة كتب التاريخ كتب الجغرافية وهكذا كل جزء كل حلقة من هذه السلسلة يكون خاصا بفن من الفنون بعلم من العلوم وهذا الذي وقع وسأفصل لكم الكلام. قلت تخصص كل حلقة منها لفن من فنون الثقافة العربية وتطبع في كتاب يطبع هذا الفهرس على هذا الشكل ويوزع مثل سائر الكتب المطبوعة ليطلع عليها العلماء والباحثون في الثقافة العربية في كل البلاد ليس في المكتبة في قاعة المكتبة وإنما في كل البلاد. الآن هذا الفهرس العام ما هي حلقاته؟ هو فهرس عام للمخطوطات كما بينته لكم الطريقة هي لكل علم فهرس. ما هي حلقاته الآن؟ قلت لكم مثلا علوم القرآن فهرس دواوين الشعر فهرس التفسير عفوا الفقه كتب الفقه فهرس هناك حلقات. ما هي هذه الحلقات الآن؟ ألف الحلقة الأولى من هذا الفهرس العام التاريخ وملحقاته التاريخ وملحقاته ابتدأ هذه السلسلة الدكتور يوسف العش نفسه فوضع الجزء الخاص بالتاريخ وملحقاته مخطوطات علم التاريخ وملحقات علم التاريخ وضع لها فهرسا قائما لذاته مستقلا وكان عمله شيئا فذا فريدا في بابه يجري أول مرة في العالم العربي وكان فضل السبق لدار الكتب الظاهرية بدمشق في هذا الميدان. أحدثكم عن هذا الفهرس قليلا وأقسام هذا الفهرس فهرس التاريخ وملحقات. واحد أولا القسم الأول
علم التاريخ ومقدماته، وفيه فصل واحد. ثانيا، القسم الثالث، التاريخ الإسلامي وعصوره، هذا هو القسم الثاني، وفيه 11 فصلا. ثالث، القسم الثالث، تاريخ الأقطار الإسلامية، وفيه 6 فصول. رابعا، القسم الرابع، التراجم، تعرفون هناك كتب مخصصة لتراجم العلماء حسب طبقاتهم أو حسب الحروف الهجائية إلى آخره، يترجم للعلماء للشعراء أو لغيرهم إلى آخره. التراجم وفيه 14 فصلا. خمسة، القسم الخامس، ملحقات التاريخ الإسلامي، وفيه فصلان اثنان. سادسا، القسم السادس في هذا الفهرس، التاريخ وملحقات التاريخ، تاريخ الأنبياء وغير المسلمين، وفيه فصل واحد. هذا التقسيم، الأقسام، قسم هذا الفهرس أقساما وفصولا حسب الموضوع كما رأيت، ورتبت المخطوطات فيها الأقسام ترتيبا زمنيا، ترتيبا زمنيا، الأقدم ثم الأحدث وهكذا، خطوا تحت هذه الكلمات ترتيبا زمنيا، وهذا من أغراض الدكتور يوسف العشري، سأشير إلى ذلك. رتبت المخطوطات فيها ترتيبا زمنيا حسب وفيات المؤلفين أو زمان التأليف، أي بتقديم القديم على ما هو أحدث. والملاحظ، نلاحظ أن صاحب هذا الفهرس قد أكثر من الأقسام والفصول، فكذلك هذه من أخطائه، ضعوا خط تحتها، قد أكثر من الأقسام والفصول حتى بلغت فصوله 35 فصلا. وفي هذا التفصيل، التقسيم طبعا، شيء كثير من التعقيد، وقد زاد الأمر تعقيدا ترتيب المخطوطات في الفصول ترتيبا زمنيا كما قلت لكم، الأمر فيه تعقيد يضيع الوقت ويزيد الجهد في التفتيش والتقريب، وكان الأقوام الأصح، وكان الأقوام والأصح أن ترتب على حروف الهجاء، هذه أيسر وأسهل. وصنع المؤلف المفهرس فهارس لعناوين المخطوطات وأسماء المؤلفين وغير ذلك على حروف الهجاء وألحقها في آخر الكتاب، فكانت هذه الفهارس الملحقة سبيلا إلى تيسير الأمر وإزالة قسم كبير من التعقيد، ولولا هذه الفهارس الملحقة لا شق أمر النظر في الكتاب على العلماء والباحثين. دائما نتوخى التيسير والتسهيل في هذه الفهارس لنوفر الجهد ونوفر الوقت وندل الباحث أو العالم أو العارف بصورة عامة أن يصل إلى مطلوبه بأيسر طريق. فهذه الأقسام والفصول فيها شيء من التعقيد، ثم ترتيب الكتب على حسب وفيات المؤلفين كذلك في شيء من الصعوبة، الأيسر من هذا أن ترتب على حروف الهجاء وينتهي الأمر. وقد وصف الدكتور يوسف العش كل مخطوطة في كتابه وصفاً دقيقاً وافياً، وجعل هذا الوصف أي الفهرسة، نقصد بالوصف هنا فهرسة، وجعل هذا الوصف أي الفهرسة في 5 فقرات، في 5 فقرات
أنبهكم إلى هذه الكلمة أسمع دائما من الطلبة وحتى من الأساتذة يقولون فقرات فقرات، هذا غلط، لأن الكلمة في العربية فقرة، فقرة وتجمع على فقر أو فقرات بفتح القاف للتسهيل، إما فقر كما فقرة أو فقرات، فقولنا فقرات من الأسلوب الهجي غلط، احفظوها يكون أحسن. قلنا وجعل هذا الوصف أي الفهرسة في خمس فقرات، إذا ثقلت عليكم قولوا فقر في خمس فقر، بينها في مقدمته فقر الكلام التالي له الدكتور يوسف لاش في مقدمة هذا الفهرس الذي وضعه هو بنفسه، وهو فهرس مخطوطات التاريخ وملحقات التاريخ. الفقرة الأولى هذا كلامه، ذكرت فيها اسم الكتاب والمؤلف بحروف دقيقة ثخينة بعد أن اختصرتها بأقصر عبارة، هكذا يكون، يعني يذكر اسم المؤلف العلمي لا يذكر اسم الكامل، مثلا يقول الجاحظ يقول المبرد وهكذا. الفقرة الثانية، الفقرة الثانية نقلت اسم الكتاب من طرة المخطوطة، الطرة هي المربع أو المستطيل الموجود في أعلى المخطوطة ويكون فيها اسم الكتاب أو اسم المؤلف وهكذا. يقول نقلت اسم الكتاب من طرة المخطوطة كما ورد فيها، ثم أوردت اسم المؤلف كما هو في طرة المخطوطة، وأتبعت بذلك ذكر تاريخ وفاة المؤلف. هذه الفقرة الثانية حسب كلامه. الفقرة الثالثة، أشرت فيها إلى طبع الكتاب إن كان مطبوعا، هذه غلطة فاحشة منه، لماذا نلتفت إلى الكتاب المطبوع ونحن نفهرس المخطوطة؟ يقول أشرت فيها الفقرة الثالثة إلى طبع الكتاب إن كان مطبوعا، وقابلت يزيد بالتعقيد، وقابلت فيها المطبوع بالمخطوط، وأشرت إلى الاختلاف بينهما، خرج عن الموضوع، خرج عن موضوع فهرسة المخطوطة إلى تحليل أو دراسة أحق بها العلماء الآخرون، لا المفهرس، لا مفهرس المخطوطة. يقول وقابلت فيها المطبوع بالمخطوط، وأشرت إلى الاختلاف بينهما، وذكرت وصف موضوع الكتاب إن لم يكن مطبوعا، وتحقيقا عنه إن استحق التحقيق، كل هذا خارج عن فهرسة المخطوطة، وبيان فصوله، فصول المخطوط، هناك مخطوطات في أبواب وفصول، أحيانا الأبواب تصل إلى 100 باب، الفصول قد تزيد عن هذا العدد، فهو يقول أشرت إلى عدد الفصول وإلى الأبواب كذا إلى آخره، كل هذا خارج عن مجال فهرسة المخطوطة. يقول وتحقيقا عنه إن استحق التحقيق، وبيان فصوله ومكانها من الكتاب إن اتضحت وكانت مما يستوجب البيان، أو نقلت من خطبة الكتاب ما يشير إلى موضوعه، هذا مزيان مهم لنكشف موضوع الكتاب نقرأ مقدمة المؤلف، أو يفسر أمره، ومن خاتمته كذلك هذا شيء مهم ما يفصح عن نهايته، نهاية المخطوطة إلى آخره. وإذا كان الكتاب في التراجم أشرت إلى ما حفل منها بالأخبار واتسع وفصل، شرحت لكم كتب التراجم التي تترجم للمؤلفين ومن أشفعهم، فهو يقول أشرت في التراجم إلى ما حفل منها بالأخبار واتسع وفصل، هذا خارج كذلك عن مجال فهرسة مخطوطة، هذا من شأن العلماء الذين يدرسون المخطوطات بعد أن نعرفهم بها. فكرة الرابعة، كل هذا كلامه، وصفت فيها النسخة، ووصفت خط النسخة، وذكرت تاريخ النسخة إن عرفته، وذكرت اسم الناسخ إن عثرت عليه، كل هذا أشياء صحيحة ومن صميم عمل المفهرس.
أخيرا الفكرة الخامسة أوردت فيها رقم النسخة الذي يجلب به من خزائن الظاهرية. الرقم هذا شيء صحيح وأمر مطلوب بواسطة الرقم نستجلب المخطوطة ونطلع عليها. هذه هي الفقرات التي ذكر هو نفسه وكلامه هو الذي قرأته عليكم من مقدمة الفهرس المطبوع. هذا الفهرس كما قلت لكم مطبوع، سأذكر ذلك سنة 1947، لكنه الآن بحكم المخطوط لا يوجد، وكانت عندي نسخة منه غارقة ماتت وهكذا. هذه الخطة تعد طريقة مثلى في فهرسة المخطوطات، لكن الإطالة والتزيد ظاهران فيها، فليس من شأن مفهرس المخطوطات أن يحقق أو يحلل مضمون المخطوطة أو يوازن بينها وبين غيرها مما هو في موضوعها، وليس من وظيفتي أن يقابل مخطوطة كتاب ما بالمطبوع وأن يشير إلى الاختلاف بينهما. كل هذا خارج عن مجال فهرسة المخطوطة. فهذه الأمور وأمثالها من شأن المحققين من العلماء الذين يحققون المخطوطة وينشرونها. وإذا ثابرنا على هذه الطريقة طال الأمر على مفهرسي المخطوطات من العلماء وثقلت أعباؤهم، وهم قلة قليلة في كل الأزمان، وهذا مع قلة المفهرسين والفهرسة صعبة كما قلت لكم فيها قهر، وهذه الصعوبة مع كثرة مخطوطات التراث العربي التي تعد بمئات الآلاف في معظم خزائن العالم وهي بحاجة إلى الفهرسة. فإذا جئنا نضيع وقتنا في التحليل والتحقيق والموازنة بين المخطوطات وبين المخطوط والمطبوع يطول الأمر وتمر السنين بدون إنتاج. وأعداد كثيرة من هذه الآلاف المؤلفة تحتاج إلى فهرسة علمية ناجزة، فكان من الواجب والضرورة العلمية إعادة النظر في طريقة الدكتور يوسف العش والتعديل فيها لتحقيق التيسير المنشود في فهرسة المخطوطات وسرعة الإنجاز فيها. قلت لكم أن هذا فهرس التاريخ وملحقاته تبع في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1947، طبعة جيدة ممتازة، لكن هذا الآن بحكم المخطوط لا يوجد في الأسواق. الآن في هذه السلسلة نفسها وهي فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، قلنا الخطة كانت هي أن تكون على شكل سلسلة فيها حلقات لكل علم، لكل صنف من العلوم فهرس خاص. وبدأنا المرحوم الدكتور يوسف العش بدأ بالتاريخ. الآن ما هي الحلقة الثانية في هذا الفهرس؟ فهرس علوم القرآن. في سنة 1960 عينت مديرا عاما في دار الكتب الظاهرية. كان الدكتور يوسف العش انتقل إلى الجامعة وتقاعد وفرغت الظاهرية من المتخصصين. في هذا الوقت أنا أتيت من تركيا فالتقطوني وقالوا امشي للظاهر. عينت مديرا عاما في دار الكتب الظاهرية، فكان كل اهتمامي منصرفا إلى وضع فهارس لفنون المخطوطات المختلفة ووصل ما انقطع من هذا العمل العلمي الجليل الذي افتتحه الدكتور يوسف العش. أردت أن أكمل السلسلة. وكنت قد تمرست بالاطلاع على مخطوطات التراث العربي
في خزائن مدينة إسطنبول وسائر مدن الأمازون خلال إقامة طويلة في تركيا بصفة أستاذ في جامعة أنقرة. انتدبتني وزارة التربية بدمشق سنة 1952 إلى تدريس اللغة العربية وآدابها في كلية الإلهيات بجامعة أنقرة. كلية الإلهيات هي كلية شبيهة بكلية الشريعة، هناك اختلاف بينهما، لكن معظم الدروس التي تدرس فيها هي الدروس التي تدرس في كليات الشريعة. في هذه الجامعة قضيت 7 سنوات أستاذاً، واستفدت من هذا الوقت، من هذه المدة الطويلة، في الاطلاع والتخصص بالتراث العربي. وخزائن مخطوطات التراث العربي في تركيا أغنى الخزائن وأقومها في العالم أجمع، وعلى رأسها مدينة إسطنبول. ما في مدينة إسطنبول وحدها من مخطوطات التراث العربي يفوق ما في مكتبات العالم أجمع، إسطنبول وحدها. إذا أضفنا إليها مدن الأناضول الأخرى، وسأحدثكم عن بعض مكتباتها في محاضرة أخرى، تصوروا المقدار والمبلغ. فجنة المخطوطات العربية هي إسطنبول. فقضيت في هذه المكتبة طبعا، فقضيت مثل رهبان الدير أياما طويلة في عتمة هذه الخزائن المدنية مسحورا بسحر التاريخ وروائح الماضي، وساعيا وراء عيون تراثنا المخطوط. الآن ابتدأت الخطة، ابتدأت بفهرسة مخطوطات علوم القرآن. إذن هذا هو، هذه هي الحلقة الثانية في فهرس مخطوطات تاريخ ظاهري. الحلقة الأولى كتب التاريخ من وضع المرحوم الدكتور يوسف العش، الحلقة الثانية الآن علوم القرآن من وضع أتكلم الآن. قلت ابتدأت بفهرسة مخطوطات علوم القرآن وجعلتها في جزء ذكرت فيه جميع الكتب التي تمت إلى القرآن الكريم بسبب من الأسباب. كل الكتب التي تمت إلى القرآن الكريم جاءت في هذا الفهرس، وقصدت في هذا الفهرس أن يكون مختصراً ميسراً خالصاً من التعقيد الواقع في فهرس التاريخ وملحقاته، وتوخيت أن يكون جوهر الأمر فيه قائماً على تعريف المخطوطة وتعريف صاحبها تعريفاً كاملاً وصحيحاً، ثم بيان حالها وقيمتها من غير تحليلها مفصلاً أو مجملاً أو موازنتها بغيرها أو المطبوع منها. إذن فهرست المخطوط ولا خروج عن هذه الحدود. ولبلوغ هذه الغاية رسمت لنفسي خطة ميسرة تتفق، وخطة الدكتور يوسف العش في خطوطها العامة، لكن مع التخلي عن التحقيق. وذكرت فيها البيانات الآتية، الخطة التي وضعتها أنا بنفسي. 1. أولا، اسم الكتاب المخطوط كاملا، إما من المخطوطة وبالاستعانة بالمصادر التي تفيد في هذا المجال. 2. اسم المؤلف كاملا وتاريخ وفاته أو تعيين العصر الذي عاش فيه. 3. تعريف موضوع المخطوط، موضوع المخطوط مثلا في التفسير ولا في التجويد ولا في القراءات أو علم آخر من علوم القرآن إلى آخره. إذن تعريف موضوع المخطوط ومحتواه بإيجاز. 4. وصف المخطوط وبيان قيمته بإيجاز.
خمسة. وصف خطه، خط نوع الخط، تعرفون هناك أنواع في الخط العربي، الشروة، الشروة وخط النسخ المشهور وهو الأعم الأكثر في الاستعمال. هناك الخط، خط تعليق الفارسي، الخط الكوفي القديم، الخط الرقعي، وهناك خطوط أخرى أقل شهرة تستعمل في دواوين الحكومة كذا في القديم. هناك الديواني، الخط المغربي، الخط الأندلسي، خط خاص، كل هذه الأنواع لها مزاياها. طبعا كلها خطوط عربية وبحروف هي لكن تختلف في طريقة الكتابة وهكذا. إذا قلت وصف خطه، خط المخطوط، وذكر اسم الناسخ، الكاتب الذي نسخ، الخطاط، وتاريخ النسخ ومكانه. طبعا كل هذا إذا وجد، إذا لم يوجد تحدث هذه الأمور ولا تذكر. هذه الأمور تذكر إذا كانت مذكورة في المخطوطة نفسها. سادسا الإجازات والقراءات والسماعات والتصحيحات والمقابلات، هذه كلها أمور متشابهة. الإجازات والقراءات والسماعات والمقابلات المرقومة عليه على المخطوط وتاريخها والتملكات وتاريخها، سأشرح لكم هذه العبارات، هي مصطلحات سأشرحها لكم، والتملكات وتاريخها حين الحاجة، هذه خاصة بالتملكات. قل الإجازات، ما هي الإجازات؟ الإجازة هي أن يجيز عالم من العلماء، أستاذ من الأساتذة، طالبا من طلبته يقرأ عليه سنة أو سنتين أو أكثر، أحيانا تمتد مدة الطلبة إلى 10 سنوات. في الأخير الأستاذ الشيخ يثق بطالبه ويثق بعلمه فيقول في مخطوطة من المخطوطات أجيز أو أجزت إلى آخره، فلان ابن فلان يذكر اسمه بتاريخ كذا، يذكر التاريخ حتى أحيانا اليوم والسنة إلى آخره، وأذنت له بروايتي ما سمعه مني إلى آخره. إجازة. والإجازة القديمة هي شهادة علمية تقابل الآن في أيامنا الحاضرة، شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه. نحن الآن في كلية الآداب في الدراسات العالية، يجي طالب ويسجل في موضوع من المواضيع وينجز هذا الموضوع بإشراف أستاذ مختص، وبعد سنوات ينجز هذا الموضوع ويقدمه وحسب الأصول المتبعة يناقش ويجاد، ويقال له في الآخر نال شهادة الدكتوراه في الآداب بإشراف فلان في موضوع كذا إلى آخره، ويصفق له ويجي. هذه هي الإجازة. إذن الإجازة العلمية تقابل الشهادة العلمية في عصرنا الحاضر. قراءات، ما هي القراءات؟ عالم من العلماء له كتاب، كتاب مشهور في الأدب، في اللغة، في التفسير إلى آخره. طلبة، طلبته، طالب واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر يقرؤون عليه هذا الكتاب، وهو يسمع ويشرح ويصحح، وفي الأخير يكتب في المخطوطة التي تعود للطالب قرأ علي فلان ابن فلان هذا الكتاب قراءة بحضور فلان إلى آخره في يوم كذا، قراءة علمية إلى آخره، ويجيزه أنه قرأ هذا الكتاب عليه بتصحيح إلى آخره. هذه هي القراءة، يعني القراءة على العالم، قراءة كتاب من الكتب على العالم وفهمه واستيعاب ما فيه بإشراف هذا العالم، هذه هي قراءة الكتاب.
هناك كتب مخطوطة تسجل فيها هذه القراءات، والمخطوط الذي يحمل إجازة أو قراءة تزداد قيمته، معنى هذا أنه مقروء من قبل عالم مطلع، والطالب الذي قرأه صححه وضبطه إلى آخره. سماعة تشبه القراءات لكن نوع آخر، سماعة الشيخ هو الذي يقرأ، أو هناك قارئ ضابط يكلفه الشيخ يقرأ وهو يسمع الشيخ، لكن الشيخ هو المسؤول، لأن القارئ إذا غلط يوقفه الأستاذ ويصحح، فكأن الشيخ هو الذي يقرأ. فإذا القراءات إما تكون بقراءة الشيخ نفسه أو قارئ ضابط يقرأ بسماع الأستاذ، والطلبة يسمعون، الطلبة يسمعون هذه القراءة من الشيخ أو من القارئ الذي يعتمد عليه الشيخ، والطلبة يسمعون، فالشيخ يشهد أن فلان الطالب فلان العالم سمع منه هذا الكتاب، سمع قراءته، وسمع هذا طبعا فيه تصحيح وضبط واستيعاب وفهم لمضمون الكتاب، فإذا هي نوع من الشهادة، هذه هي السماعات، سماعات من الشيخ. هناك مخطوطات كثيرة ورأيت منها أنا عدد منها عليها قيود، سمع منه فلان فلان كذا إلى أو قرأ أو أجلس، كل هذه الأمور شاهدتها بنفسي وبعيني في المخطوطة. أما المقابلة هي عالم من العلماء أو ناسخ من النسخ ينسخ كتابا من أوله إلى آخره، ثم يعيد مقابلته على النسخة أو على نسخة أخرى للتصحيح والضبط، ويضع إشارات، أحيانا تجدون في المخطوطات إلى جانب كلمة من الكلمات أو جملة حرف خاء، خاء هذه يعني نسخة أخرى، وتحتها كلمة تقابل الكلمة التي في السطر، وتكون في الغالب مرادفة لها أو شبيهة بها إلى آخره. فهذه هي المقابلة، والتصحيحات تشبه المقابلة، بعد أن ينسخ الناسخ الكتاب يصححه على النسخة التي ينقل منها أو على نسخة أخرى كذلك أو على نسختين حسب التيسير، هذا هو التصحيح. وهذه القيود يعني التقييدات، الإجازات، القراءات، السماعات، المقابلات، التصحيحات وما أشبهها إذا كانت مركومة على المخطوطة تزيد في قيمتها، المخطوطة تكون أقوى وأصح. فإذا من تقويم المخطوطة والتعريف بقيمتها أن نذكر في الفهرس هذه الإجازات أو القراءات أو السماعات إذا كانت مركونة ومكتوبة إلى آخره، وتسجل كما هي، وفيها في الفهرس يذكر بالتفصيل بتمام الكلام، وفيه إجازة من فلان إلى فلان، ويضع نقطتين ويفتح مزدوجتين، وتنقل الإجازات أو تنقل القراءات أو ينقل ما كتبه العالم بنصه كما هو وهكذا. فإذا الإجازات والقراءات والسماعات والمقابلات والتصحيحات المنقومة عليه على المخطوط وتاريخها والتملكات، وتاريخها، ما هي التملكات؟ التملكات خارجة عن العلم، ليس لها صلة بالعلم، أحيانا يكون لها صلة إذا كان التملك من قبل عالم معروف. هناك بعض العلماء أو بعض الأشخاص أو بعض الأثرياء أو بعض الناس كما اتفق يشترون المخطوطة، يتملكونها، تكون في ملكهم، ويقول بعضهم تملك هذا المخطوط فلان ابن فلان بتاريخ كذا بيوم كذا بعون الله ومنته إلى آخره، ويضع تاريخ، يضع تاريخ. وأنا رأيت مخطوطات تملكها عبد القادر البغدادي العالم المشهور صاحب خزانة الأدب، هذا الكتاب الضخم، الموسوعة الضخمة في الأدب، هذا العالم عبد القادر البغدادي كانت له مكتبة خزانة كبيرة
فيها مخطوطات كثيرة، دواوين وكتب أدب وكتب لغة إلى آخره. شاهدت مخطوطات عليها اسمه من الله تعالى على عبده عبد القادر البغدادي إلى آخره. وأعداد ليس كتابا واحدا، أكثر، رأيتها في اسطنبول في الظاهرية إلى آخره. هذه هي التملكات. فإذا كانت التملكات من لعلماء هذا يزيد في قيمة المخطوطات كذلك، ثم يبين لنا عصرها زمانها إلى آخره إذا كان فيها تاريخ. هذه هي التملكات. الآن في فهرس علوم القرآن هذه هي لدى سابعة عدد أوراقها، أوراق المخطوطة كم ورقة فيها. التعامل مع المخطوطات في الغالب يكون بالورقة ليس في الصفحة. الآن في العصر الحديث بدأوا يهتمون بالصفحة كذلك، لكن الأصح الورقة. والورقة هي وجه الورقة وظهر الورقة طبعا هي هذه ورقة صفحتان، هو هذه هي الورقة. قلت عدد أوراقها وعدد السطور في كل صفحة وقياس طولها وعرضها، قياس المخطوطة من الحجم الكبير من الحجم الصغير بالمقياس بالسنتيمتر، والتعبير الأصح بالمليمتر، التعبير الأصح الدارج بالمليمتر، 30 مثلا أو أكثر إلى آخره، لكن ممكن بالسنتيمتر. أخيرا ثامنا، المصادر التي ذكرت الكتاب أو تكلمت عليه. الكتاب المخطوط قد يكون له ذكر في بعض المصادر وكلام فيه. مثال، هناك كتاب مشهور وكبير جدا في الثقافة العربية اسمه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة العالم التركي المشهور. هذا الكتاب تاريخ مفصل للثقافة العربية عن طريق أسماء الكتب والمؤلفين. فإذا تكلم عليه كشف الظنون نقول انظر كشف الظنون صفحة جزء كذا صفحة كذا. هناك كتب أخرى قديمة وحديثة. من الحديث مثلا أذكر لكم كتاب المستشرق الألماني المشهور كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، جشيشته بيشي لتغطو، هذا عنوان الكتاب، له جزءان ثم ثلاث أجزاء ملحقة، يتكلم فيه على مخطوطات التراث العربي وله فهارس في الأخير يمكن الاستفادة منها، ويذكر إذا كان الكتاب المخطوط مذكورا فيه يذكر. وهناك مصادر أخرى طبعا لا نفصل فيها. سيحاضركم أساتذة آخرون في هذه الدورة سيحدثونكم عن هذه المصادر التي تسهل عمل مفهرس المخطوطات، فلذلك أقف عن الكلام فيها. هذه هي إذن البنود أو الأسس التي حققناها في فهرس علوم القرآن. وأقول ثم جعلت هذا الفهرس في أقسام، ولكني أخليته من الفصول لتيسير الرجوع إليه والنظر فيه. وأقسامه هي المصاحف الشريفة الأول، كتب التجويد ثانيا، أولا المصاحف، ثانيا كتب التجويد، ثالثا كتب القراءات قراءات القرآن الكريم، رابعا كتب التفسير، أخيرا خامسا كتب علوم القرآن العامة. هناك كتب ليست من التفسير ولا في القراءات، وإنما جامعة فيها تفسير فيها قراءات فيها تجويد إلى آخره. ورتبت المخطوطات في كل قسم على حروف الهجاء ليس على زمن التأليف أو وفاة المؤلف كما فعل الدكتور مشرفش، هنا على حروف الهجاء لتسهيل المراجعة على العلماء والباحثين. وصنعت لهذا الفهرس فهرسا لأسماء المؤلفين في آخره، وآخر لأسماء المصطفى وهكذا. وقد طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1962، أي بعد 15 عاما من طبع فهرس التاريخ وملحقاته. وهذا هو فهرس علوم القرآن المطبوع في مجمع اللغة العربية بدمشق
من صنعي ودهبي من شاعر فلا علي شو غير العناوين ودوها تهلوة برحينا نحيب غير تعطيني غير القائد دقيقتين. وبعد صدور فهرس علوم القرآن مضى العمل حثيثا في إعداد أجزاء أخرى من سلسلة فهرس مخطوطات دار القدس الظاهرية خلال 10 سنوات متوالية حسب الطريقة التي رسمتها وبإشرافي مع تعديلات طفيفة فيها. فتم وضع عدة فهارس طبعت لم يعرف في مجمع اللغة العربية في دمشق وهي أذكر أسماء فقط: الفقه الشافعي للشيخ عبد القيم بن ذاكر، دواوين الشاب من وضع آل كذلك، الطب والصيدلة، ثم علم الهيئة وملحقاته، الهيئة بتصدي علم الفلك، المنتخب من مخطوطات الحديث، الجغرافية وملحقاتها، وانتبهوا أسماء كثيرة منكم ومن طلبتنا الجغرافية. الصحيح هو الجغرافية. الجغرافية بالتاء المربوطة وليس بالألف المبنية. قلت الجغرافية وملحقاتها، الفلسفة والمنطق وآداب البحث، التاريخ الجزء الثاني، اللغة وعلومها، الفقه الحنفي، وهكذا. ويستمر الآن في الظاهرية بعدما غدت الظاهرية العمل المستمر في الفهرسة. ماذا أتم؟ لا أعرف لأني انقطعت عن الاتصال وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله. المهم كما رأي خالي من التحليلات والدراسات والمقارنات بنسخ أخرى وهكذا.